كما ذكرتيها الاخ سمير، بصفتي كرئيس رابطه الانديه المنضويه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عصبه الدار البيضاء الكبرى، فبطبيعه الحال احنا يمكن لنا ان نتمم هذا ونشد بايدي من حرها السيد رئيس مجلس مقاطعه مولاي رشيد والسي يوسف مبروك على صراحه على هذا العمل الجبار وعلى هذا المجهود السيد العامل بطبيعه الحال، هذا المجهود اللي قاموا به من اجل الاصلاح ديال المركب العربي الشباك، بل اكثر من هذا هو تسريع الوتيره التي كما تلاحظ سي سمير ففي الاجتماع اللي كان عندنا مع السيد الرئيس والسيد المقاول، فالاجتماع يعني المقاول السيد المقاول كان عطانا واحد المده اللي ما بين شهر ونص شهرين، فدابا تنشوفوا ان الاصلاحات ما كملاش الحمد لله شهر، والتيران ها هو موجود في حله جديده، وحنا كفرقنا صراحه حنا فرحانين، والوليدات غيسعدنا اكثر هو توزيع ديال البيدل والالبسه الرياضيه على الوليدات ديال المنطقه، وهذا بحد ذاته راه هي طفره نوعيه وغتشكل ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد الحافز ودعم معنوي للفرق من اجل تحقيق نتائج ايجابيه. انا هذا الموضوع هذا ما كنتش بغيت نخوض فيه صراحه، حيت القطار ديال التنميه بالرياضه بالمنطقه الملاحظ واللي لاحظنا حنا ولاحظوا الناس بزاف، هناك اناس تحاول عرقله تنميه منطقه مولاي رشيد صراحه، وبصيرت الفرق اللي بعض الاناس اللي مستفيدين وكانوا مستفيدين في واحد الحقب زمنيه ومستفيدين من بعض المبادرات ومن بعض الجمعيات من اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي صراحه ما حققتش الاهداف ديالها، وتنتمناهم الله عز وجل في القادم ان الفرق كلها دير اليد في اليد مع الناس ديال المقاطعه ومع الناس اللي باغا تخدم من اجل تحقيق بعض الاهداف ونزيدوا نتقدموا اكثر ونجحوا اكثر ونعطيو اشاعه للمنطقه رياضيا اللي المنطقه اللي كما تتعرف فيها كل شيء، الحمد لله فيها كل شيء، خاص غير شويه الخدمه من عندنا. وحنا كفرق صراحه حنا كفرق منضويه تحت لواء العصبه والجامعه حنا تنمثلوا المنطقه جهويا ووطنيا، دونك يعني مساله المرتبه ديالنا تتبقى مرتبه خاصه، وهذا ما تنخصوش من العمل ديال الجمعيات الاخرى اللي بطبيعه الحال حتى هي تزودنا بلاعبين وعندها ملاعبين اللي حاليا اللي وصلوا للقيمه الدوليه ولعبوا مع المنتخب كاع الوطني، وهذا بحد ذاته تيشرف المنطقه ككل، وحنا كلنا يدا في يد من اجل المصلحه العامه. بطبيعه الحال اللاعب العربي شباك هو معلمه في المنطقه ديال مولاي رشيد اللي خاصو يتعطاه اهتمام، عطاه واحد الاهتمام، فبهذا المنطلق انطلقنا وبطبيعه الحال بالتلبيه النداء ديال الاخوان ديال الرابطه ديال الفرق المنضويه تحت لواء العصبه والجامعه، جينا باش نصلحوا لان الملعب راه كتعرفوا كان واحد الحاله يرثى لها، وتوصلنا كما برساله من عند العصبه انه الا ما تمشي اصلاح هذا الملعب العصبه غادا ترفض تبرمج فيه المقابلات ديال هاد 8 الفرق اللي عندنا في المنطقه اللي كينشطوا في هاد الملعب ديال العربي شباك. فبهاد الرساله هذه السيد العام الله يجازيه بخير تدخل وتراس الاجتماع ديال اللجنه ديال الاصلاح ديال هاد الملعب هذا اللي درنا لجنه متبعينها الاخوان ديال العماله ديال المصلحه التقنيه ديال المقاطعه، بعض الاخوان اعضاء ديال اللجنه، وكذلك نائب الرئيس المفوض له في الاشغال واللي بانت الخدمه ديالهم، وكان التزام ديال الشركه انها في ظرف ديال الشهر غتعطينا هاد المعلمه ديال العربي شباك ديال هاد الملعب الكبير، والتزمات حتى هي بالكلمه ديالو، وانتم كتشوفوا انه ظرف دابا الشهر ها هو الملعب تقريبا جاهز، بقات لي شي حاجه قليله واحد يومين او ثلاث ايام ديال الخدمه ويكون جاهز ان شاء الله الرحمن الرحيم استقبال ديال الفرق ديال العصبه ان شاء الله. بطبيعه الحال هذه النقطه هذه انا كنشكرك لان ترتيها، لان كان عندنا احنا مبرمج يوم امس اننا نعطيو لجميع الفرق المنضويه تحت لواء العصبه، لان هادو حاله خاصه ما يمكنش اننا نقارنوهم او نحطوهم في نفس الكفه مع الفرق ديال الاحياء، هادو عندهم بطوله للعصبه والجامعه هي اللي كتشرف عليها، وعندهم التزامات اللي هما ملتزمين بها للجامعه ولا العصبه. فكان يوم امس كان مقترح انه ياخذوا جميع البدل ديالهم والاكيبمون ديالهم، لسوء حظنا انا ما حضرتش البارح في الاجتماع ديال اللجنه، فكانوا بعض الاخوان في اللجنه اللي اقترحوا انه باش يكون واحد الحفل اللي يكونوا فيه جميع الفرق لا ديال العصبه لا ديال الاحياء
وياخذوا سميتو التجهيزات ديالهم والويدلات وكل شيء. فانا ما عجبتنيش هذه القضيه بكل صراحه، وتقلقت لان الوقت اللي جيت انايا وصلت من بعد واحد الاجتماع لقيت ان اللجنه سالت، فقلت لهم انا كنرفض القضيه هذه تماما لان ما يمكنش لينا نحطوا الناس ديال الفروق العصبه مع الفروق ديال الاحياء. الاحياء الا قلتي لي مسير ما تبدا حتى من دابا واحد الشهر راه يمشي ما يبدا حتى الشهر، ولكن الناس ديال فروق ديال العصبه راه عندهم التزام وعندهم برنامج، والا ما بداوش غادي يكون فيها الفورفي، غادي يكون فيها الخطيه، غادي يكون بزاف ديال الحوايج. وحنا كنقلبوا على اساس اننا نديروا فروق في المستوى ونبداو من الديبار اننا غاديين بهم عوجين. فاضطرينا ان هاد بدايه الاسبوع غنعطيهم المعدات ديالهم ونعطيهم البدلات ديالهم. وريتما الاخوان في اللجنه المكلفه المصغره اللي كترس الملفات ديال جميع الفروق ديال الاحياء اللي عطينا من هنا للاخر ديال الشهر ان شاء الله تكون موجوده لنا جميع الفروق اللي عندهم الميل في القانون وكل ما يتعلق باش ياخذوا البدلات ديالهم، اللي ما عندهمش راه ما غاديش ياخذوا.